تبي أسوي لك شيء؟ تدرين شنو أكثر شيء كان هي في بالي لما كنتي عند هذا اللي ما أدري شنو اسمه خالد؟ كنت أقول كنت أي في بالك تذكرين لي شيء حلو ولا كل مواقفي معك شيء مو زين؟ اشتعوا فواز، يعني إحنا تزوجنا بعض عن حب ويبنى عيال وعشنا مع بعض، أكيد في مواقف وايد حلوة بيننا. أنت شو مسوية بشعرك ومقرطفتي كذي؟ ليش؟ صارت كأنك بيبي متو. وأنت شو عرفتش بالقصات؟ أصلا كل البنات هابين كذي. حبيبتي القصة هذه حق المزايين مو حق وحدة حواجبها كأنها غوريلا وجسمها كأنها بونوكيو. أنت هي ما بقى إلا أنت بعد تعلمينا بالقصات والموضة، أنت وشعرك اليابس. دكتور هذه أختي إلهام اللي سولفت لك عنها. أهلا وسهلا إلهام. هلا فيك دكتور، شو أخبارك؟ شو مسوي؟ ومبروك على الزواج. الله يبارك فيك. ايش تبين انت؟ يا امس دكتور وابتسام ما عندها سالفه غيرك انت، لجت ماي ايش فيك وانا صاجه ما شفت. مبروك انت حامل. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، هذا احلى خبر سمعته من يوم توفى ولدي. انا عندي كان ولد مثل القمر بس مات الله يرحمه، طاح من الدريشه ومات. أنا أدري إنه وراك دوام، خلي لا تحاكم بالمطبخ، خلي الأكل كله علي. وأنا أدري حبيبتي، ترى أنا هم نفسك فيني هالضغط، يعني بقولك ما أقدر أكل الأكل الثقيل. بسم الله عليك حبيبتي. يا بعد قلبي أنا بعد هوايتي الطبخ، لا تحاكم. ما خير هالواحد يدش بهالمطبخ ويبلع بهالأكل وبتعليه ترتاح الواحد. يلا يمي خلي أبدل ملابسي وصلي ويلك ساعدك. حبيبتي اخذ راحتك يا قلبي، بيت بيتك. ما قصرتي، عسى بيت عامر إن شاء الله. يلا الله يخليك ذخر. لا مو ما عجبني بس قاعدة حاتي غصون، أنت عارفة أنا قلت لها إن زواجي معاك بس هو على الورق يعني، فشو راح تتقبل إنك حامل؟ أنت لهالدرجة خايف على زعلها؟ إيش بتسوي غصون يعني؟ تعصب شوي وترضى. لا لا مو موضوع إني خايف على زعلها ولا شيء. بس هذه غصون مو سهلة، هي صايدة علي تصوير فيديو وأنا مرة كنت أكلم واحد من ربع، فهو يشتغل بالوزارة وأنت عارفة لزوم الشغل وكذي، فأنا عرضت عليه يعني مبلغ وهي مصورة الحكي كله في فيديو، فهي تحسبها أنها هي رشوة وقاعد تهددني وأنا ما أخلق مشاكل. فهمتي؟ بدرية حامل. لا 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 غصون الله يخليك، لا تفضحينا قدام العالم. الله يخليك الله يخليك، ترى بدرية تم زوجتي يعني، واللي صار بيني وبينها شيء طبيعي. طبيعي بعينك ان شاء الله، انا بعينك انت وياها الله ياخذكم انت والاثنين. يعني تقول لي بدرية ان حامل يلي ما تستحي وتفلسف وتقول انا بدرية ما راح اسامحها؟ اكيد ما قدرت تقاوم جمال هالفستان صح؟ انت من صدقك؟ يا صريح الصوت يا مره فضحتينا. هذا اللي اخذناه من الانستغرام والسناب والسواب اللي هابي اللي فيها اليومين، حاطه صورتها بالانستغرام وماخذين صورتها حاطين صوره شادي. انت ايش بس سوالف انت؟ اداري حبيبتي ما يصير كذي، لازم يصير عندك ثقه. اي ما هي ثقه وانا مدرسه كلها قاعد تضحك علي. على فكره اختش دمها خفيف وايد. يعني شنو انت بعد معجب فيها؟ شنو قصدك؟ لا ما اقصد شيء. ابتسام أنا كنت أدرس بالجامعة واختلطت فيها بنات وايد، وأغلب مراجعاتي من البنات، ما حطيت عيني على واحدة ولا حبيتها غيرك. على فكرة أنت أول مرة تقول إنك تحبني. أنا متأكد إنك حسيتي فيها بدون ما أقولها. زين إذا واحد قال حق الثاني أحبك، المفروض الثاني شنو يقول؟ ما أدري بس أتوقع أن يرد عليه ويقول له شكراً.
شكرا وايد بعد. عفوا عفوا، خوش كلمة والله. ايه يعني شفها من الكلام هذا ان الفلوس طارت. كل بساطة ها؟ انت تدري؟ تدري شلون يمعت هالفلوس هال100,000؟ انت لو تدري شلون يمعتها وشلون ذليت نفسي شلون ما قلت الحكي هذا. يعني ماكو فايدة. مو انت اللي شرت علي وقلت لي ان هالعملة الالكترونية هذه اللي بتنقذنا بيتكوين. والله شرها مو عليك، على علي انا اللي اعتمدت على واحد مثلك. بس كل شيء تعليقات الوطن العربي كله قاعد يضحك. صدق والله؟ ترى انا فاهمه حركاتك عدل. يعني ايش بتسوين؟ بتاخذين منهم تليفوناتهم وايباداتهم؟ ماشي، انا علمك، اعطيني الايباد. اعطيني الايباد وعن حركات اليهال، يبي حركات يهال ها؟ هي ماشي يبي اعطيني. واي كسرتي ليش؟ ليش يا الغبيه؟ شنو انا قاعده اضحك عليك؟ الغبيه الناس هي اللي قاعده تعلق وانا افتح براسي. صوتكم انا غصب نومت مبارك. بنتك بنتك الشاذية. انا شاذية. اي شاذية ونص. لا مو شاذية، يما شوفيها. خلاص صبري صبري يما، انت لسانك شنو؟ سم؟ حاطة عقلك بعقل ياهل؟ بعدين تعالي، انت شايفة وجهك بالمنظر قبل لا تعيبين على بنتي؟ والله انا ما حد قال لي شاذية ولا حد ضحك علي ولا العالم العربي كله ضحك علي، شو مالك شاذية ولا انت محترة لأن ما عندك عيال، لو عندك عيال كان شفتيهم أحلى ناس بالدنيا. اي وذيك الساعة ينطبق المثل يقول القرد بعين أمه غزال. لا لا تجي وحدة مو صاحية. يلا مو صاحية حط عقلك بعقل الياهل تعال. يما يما لا يما لا لا ايش فيك؟ يما وغري عني، شفتك قربتي أكثر راح يقص يدي. يما عافية الله يخليك، الله يخليك يما، كافي حرقة قلبي على بجاري، لا تحرقين قلبي. يما هدي السكينة قطيها قطيها. شوفي حبيبتي عذاري، الله ما يعطي الإنسان كل شيء. يعني إذا أنت الحين قصيتي شعرك واخترب وتحسين نفسك إنك مو حلوة، لك حل من الاثنين، يا يعني إنك تكونين إنسانة حقودة ونسرة وقشرة وتكره الناس نفس غصون، يا يعني إنك تدورين على جمالك الداخلي مثل العفوية والطيبة والابتسامة. شفتي الابتسامة هذه؟ تحلي البنية، شوف ابتسمي، ايش دعوة ابتسمي؟ وبعدين الحين الله ما كثر هالفيديوهات يعلمونك شلون تسوين خلطات عشان شعرك يطول بسرعة، ويعلمونك شلون تهتمين ببشرتك. انا ذاك اليوم جربت خلطة زنجبيل وحطيت وليمون وما ادري شنو يحطون على الخشم عشان تزقر الخشم. تبين احط لك زقر خشمك؟ حبيبتي عذور، ولا تكدرين عمرك ولا تهتمين، شعرك شهر شهرين يطول ان شاء الله. مشكور ناصر على امس، وايد استانسنا بالطلعه حتى حسوني. انا بعد استانست وياكم وايد. عندي لك خبر، ما ادري اذا بيفرحك ولا يزعلك، ماني عارفه شلون اقول لك. شنو قولي؟ أنا حامل. صدق؟ أكيد راح يونسني. مبروك. قلت لي مبروك. حبيبي. حسوني؟ Bye.
مبروك، قريب راح يقول لك اخذ البيت. اخو او اخت، كل شيء من رب العالمين. زين، ايش فيك؟ تعال تعال في عندي، تعال تعال حبيبي، تعال تعال حبيبي، تعال 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 ماما. هاي زيني. يلا حبيبي، انت يما مثل ما قلت لك، خليك قويه، ها، عفي على بنيتي الشيخه. بصون، بغيت اكلمك الحين. عاد هبتي انا وراي دوام، منت اللي عطاليه بطاليه، وراك غسيل وتنظيف، يلا روحي نظفي. ما انت طالعه من هني الا لما اقول اللي بقلبي. خير، ايش تبين قولي؟ انا بفهم انت ليش حقده علي، ليش ما خليتي ولا فرصه الا استخدمتيها عشان تخربين بيتي وعيالي وحياتي. انا بفهم ليش حاقده علي. انا حقد عليك انت ليش؟ وتغارين مني، والغيره ما اكلتش اكال. تبين الصجعات؟ يكرهك، احقد عليك، لأن بس أشوفك أشوف خيبتي. أنت عندك كل شيء وأنا ما عندي ولا شيء. طفل، طفل واحد أبيه يمسك ثوبي انحرمت منه، محرومة من كل شيء. أنت عندك عيال، عندك بيت، عندك ريل من عائلة غنية وسعيدة. أنا ما عندي إنسان يسأل عني. أمره ما يعني واحد وطق علي الباب قال خلينا نشوف غصون إيش فيها. وأي واحد يشوفني بدل ما يقول هلا غصون يقول يما بسم الله الرحمن الرحيم شنو هذا اللي تخرب. بس أنتي، أنتي واحدة حلوة، قلتي لي تمنيت ويبيك. عمره ما حد اهتم فيني ولا حد سأل عني قال هذه إيش فيها ما فيها. عندك كل شيء. غصون، لا تمثلين دور الضحية لأنه مو لايق عليك. مرحبا، تفضلي. مشكورة حبيبتي. تفضلي. شكرا حبيبتي. مرحبا، تفضلي. ما بي كلي حبيبتي، كلي انت لازم تاكلين عن اثنين. نسيتي انك حامل؟ توني بالشهر الاول. انت حامل بعد؟ الفال لك يا غصون، الله يرزقك ان شاء الله بالذرية الصالحة. شو هي هذه؟ انا قلت شيء غلط؟ لا، ما قلتي شيء غلط. كلي حبيبتي، كلي. شوف ماما. شنو هذا؟ شنو هالريحة هذه؟ شنو اللي قالينا؟ شنو هالزيت؟ تشفيك لايعة شبدك كذي؟ لا أدري، الريح لا يكون حامل. شنو؟ أقول لا يكون حامل. ما أدري. شوفي، أنا الدكتورة اللي كل مرة أروح لها وايد زينة،
بعطيك رقمها وروحي لها سوي التحاليل وهي تقول لك. غصون، غصون محمد، غصون كان. للأسف نتيجة التحاليل سلبية، يعني ما فيش حمل. ليش؟ أنا الكل أحس إني دايخة وبيرجع ولوعة شبد عندي دايما. ليش؟ ده الحمل الكاذب ودي أعراضه. إيه بس الهابية ليش يعني؟ ده سن اليأس. أنت بدأتي مبكر لأنك ما حملتيش قبل كده. سن اليأس؟ أنا بس 48، يعني أنا عمري 48 توني، يعني غصون؟ هذه انتي غصون؟ غصون شلونك؟ ما في شيء؟ تعالوا امي خلنا نعرفك على رفيجتي، تعالوا. غصون هذا ولدي محمد ومرته وحفيدنا. غصون وين رايحة؟ Thank you.
ها؟ ليش ايش قالت لك الدكتورة؟ ارتاحي. وصلت سن اليأس. يعني ماكو أمل أجيب عيال. ميرا شريفة؟ يس. اسكم. This is your report. Yeah. Your sugar is okay. Absolutely fine. Okay. Okay. Are you happy? Yes. Ah, okay. Really okay? Okay. Absolutely fine. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you.
فواز 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 خير شبيك؟ يعني الطلق يعني الطلق يلا 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 امشي يلا بدل ثيابك انت وين رايح كذي؟ عذاري عذاري ما حبيبتي انت انت العودة انا معتمدة عليك ها؟ وكلي مبارك زين وروح المدرسة لا تحاتوني زين يما؟ ان شاء الله يلا يما فواز يلا الله يسهل عليك ان شاء الله وتقومين بالسلامه مبروك قالك ولد مشكورة مشكورة الله يبارك بعمرك مشكورة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ألو هلا يا أبو عذاري شلونك؟ شو أخبارك؟ لا 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 أمك زينة الحمد لله وأخوك بعد زين الحمد لله ياك أخوي جديد وسميناه مشاري هذه بنتي شذا يا ام عبد الله كم مره قالت لك سامحين مدعيلهم هذه الدنيا تلهي الواحد حتى الرب ما بانك عن الام صدقيني انت بعدين بترتاحين ما يصير يا ام عبد الله يا داج انت بعد فاهمه وانت ام بس انت الله يا داج تكابرين تكابرين وايد هذه العيالك يا خيتي مرتهم لك سبحان الله دعوة الأم مستجابة ادعيهم الله يهديهم إن شاء الله يصلح حالهم الحمد لله حياتي بحياة سالي دي شي يلا شوي 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 بسم الله الله يمي ماي ما تكفين بشيلة حبيبتي لحظة 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 شلونكم يما؟ زينين؟ الحمد لله على السلامة الله يسلمك حبيبي يما تكفين بشيله لا حبيبي تو صغير طلعي اذا زين خليني اشوفها تكفين لا يما خافي استبرد شوفي شوفي ها 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 شتي؟ يما تكفين بشيله لا حبيبي لا بس يكبر شويه خليك تشيله غصون تبين تشيلينه؟ في باشا والجنطة أما شو زميته؟ مشاعري حبيبي يما ليش لو زحفوا صوتا بين تشيلينا؟ حرام يما مو زين ما لا تعبث بخوك سبقتيني يا بدرية بعد شو اسوي ولدي مستعجل بشوف الدنيا الله يديم علينا الاخبار الحلوه ان شاء الله لا ابشركم ابتسام انخطبت وعرس قريب ان شاء الله ما شاء الله صدق ايه ان شاء الله الشهر الجاي يلا بالمبارك الله يتم حبيبي انا ذنكم يا ابتسام اذا حضرت شياطين ذهبت الملائكه وانت روان نفس هذاك ولا في شيء جديد
على ذنكم أنا استأذن. لا 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 لا، ليش تستأذنون؟ خليكم خليكم قاعدين على راحتكم، خليكم قاعدين علشان تحشون فيني مثل ما تبون، تقولون العيوزة الجيكرة كبرت هالشيفة ما تقدر تجيب عيال. أنا أدري بس اطلع تحش تحشون فيني من ورا ظهري، ما يخالف عادي، تعودت عليكم. أنا إحنا إذا قلنا شيء من ورا ظهرك لأن عمرك ما عطيتي النوي، عمرك ما كنتي معانا على الحلوة والمرة، أنتي بس تبين تطنزين وتهيليننا. ليش أنتي حين يوم دشيتي شفتينا مستانسين وفرحانين، ليش ما قعدتي وسولفتي معانا؟ ليش؟ ليش ما سولفتي حالك حالنا؟ ترى أنتي اللي قاعد تزرعين هالكره، ليش تعاملينا كنا أعدائك؟ كلنا حريم من هالحيلة، لا تظنين إن كلنا مرتاحين، بس إحنا إيماننا بربنا قوي، ندري إذا الله أخذ شيء راح يعوضنا بشيء ثاني. تعلمي من هالدرس عشان تقدري تكملي حياتك. الله ياخذكم واحدة واحدة. وانتي ست ابتسام ما عندك بعد شيء تبي تقولينا؟ موعظة فلسفة تزيدينهم بعد؟ ها؟ خلصتوا شريط الموعظة الحسن ولا أحد فيكم بعد يبي يقول يبي تفلسف بعد؟ خصوصا انتي بس عطينا فرصة نشرح لك. سكتوا كلكم، لازم تسكتون، ولا واحدة تشرح لي ولا واحدة تحجة. فما تعرفون، ما تعرفون حالي، ما تعرفون اللي أنا مريت فيه، ولا القهر والمرارة اللي أنا فيها. إيش ولا واحدة فيكم تحجة؟ إيش ابتسام؟ شفيش من قعدنا مقدمة ما نشغل؟ ايه لاني بالصدفة اليوم شفت المرأة اللي حلقت شعري وصورتني غصون، ومن وقتها وانا ضايق خلقي لاني تذكرت كل شيء بهاليوم. هالمرة وايد خطيرة، وأنا ما راح أرتاح إلا لما أرد كل الصور والفيديوهات اللي عندها. إيه بس شلون؟ مستحيل راح تقدر تردهم، لأنها محتفظة بكل الصور خايفة إني أبتزها. الموضوع يبي له تخطيط وشوية ذكاء. شلون؟ شنو إيش قاعد تفكر فيه؟ خلي الموضوع علينا، سولفيني عنها أكثر، عشان ألقى ثقرة أتخلها منها. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. تفضل. أنا جارك جديد وشريت بيت لين بيتك. ما أتذكر إني شفتك. إيه أنا توني شاري البيت وبشتري بيتك بعد. وليش بيتي أنا بالذات؟ لأن البيت ضيق علي وبوسع البيتين على بعض، وقلت باخذ بيتك وبعطيك قيمته وزيادة، ومنها تاخذين بيت ثاني. والله ممكن، ليش لا؟ بس عفوا إذا ممكن أقدر أجي البيت عشان أقيمه وأشوف شو ناقصه. إيه ما في مانع، يناسبك الساعة 7. ممتاز، خلاص أنتظرك بإذن الله. على خير إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. عشان أفتك من هالبيت اللي كله كآبة وذكرياته كلها ضيق الخلق.